السلام عليكم أصدقائنا، يا أهلا وسهلا بكم. اليوم عندنا محاضرة توضيحية على أجهزة ثقب الأذن، أجهزة البيرسينج. أوكي، هذا عندنا جهاز أمريكي، هذا USA، هذا اقرأ هنا USA، هذا أمريكي. أوكي، خلنا نطلعه ونشوف شنو محتوياته. هذه محتوياته، جهاز يجي زين، وتيجي هاي عصارتين اكو مرهم، وهاي تيجي ثلاث زواج تراشي أمريكية أصلية، وهذا قلم للتحديد، وهذه القوالب تشكل بالجهاز، هذه أربع قوالب حسب حجم التركية. هذا واحد، طبعا شو يجي وياه بعد، هو يجي هذه مال الأذن اللي نحدد بيها النقاط اللي تتحدد بيها أماكن الثقب. وعندنا الجهاز الثاني، هذا أمريكي، عندنا هذا الجهاز التقليدي الاعتيادي الصيني اللي تقريبا هواية من الصالونات عندهم، هذا ويا قلم، وتجي هم ويا أربع قوالب تشكل بالجهاز. هذه صار نوعيتين. طبعا هذه تراتشي، تجي هذا اكو من عندها تراتشي صيني عندنا زين، وعندنا من عندها أمريكي. الصيني هو طبي صحيح، بس ممكن يومين ثلاثة أسبوع يجوز يعني يصدي أو يزنجر، أما الأمريكي لا، أصلا الأمريكي مطينا بيه ضمان 10 سنين، لا يتغير لونه ولا ينكسر، وموجودات اثنيناتهم. إذا الجهاز الأمريكي موجود والتراتشي، وجهاز الصيني والتراتشي. أما بالنسبة لبعض البنات، خلينا نقول الشابات أو حتى الأطفال، أكو بنات شابات يستخدمن يعني أكثر من ثقب بأذنهن، فأكو هذه جاهزة. أوكي، هذه يسموها سيلف بيرسينج، يعني اثقب بنفسك. اللي عندها فوبيا من الأجهزة وتخاف، فهذه مباشرة تفتح هذه قابلنا وتشكلها، هي قرصة واحدة وتشمرها. هذه تستخدم أيضا للخزامة، بس ثقب. طبعا هاي الأجهزة ما ثقب الأذن هم يستخدموها للخزامة، يثقبون بها بعدين يشيلون التركية يشكلون الخزامة. إذن أوكي، عمله شلون؟ هذا الأمريكي أو هذا، تسحبون هذا، يسحب أقسام منه زين، تختارون منه أنا القاعدة اللي على حسب تركيتكم، يعني إذا كانت بها أربع أحجام نختار واحد من الأحجام يشكل بالضبط. هذا هو يجي يشكل هنا هذه، هسه الشكل هنا، تقعد الترشية هنا والقبغ مالتها يقعد هنا بالضبط في هذا المكان. الإذان تكون هنا، وين هذه؟ هاي الإذان هنا تكون، شوفوا يجي بالضبط ويبدي تثقب. هذا هو. إذن هذه كانت محاضرة بسيطة حول أجهزة ثقب الأذن المتوفرة حاليا، واللي هي عملها هذا الأمريكي وهذا الصيني وهذا اللي هو سيلف بيرسينج، للبنات اللي عندهم فوبيا من الأجهزة أو من هذه الأمور اللي تشوفوها صعبة. تحياتي لكم، كان وياكم حيدر الدرب من مكتب ميزان الذهب لمواد التجميل والعناية بالمرأة بغداد الشورجة.